أول يوم من مقامنا في مدينة الرمال الذهبية كانت وجهتنا الزاوية التجانية التي تعد واحدة من أهم المعالم التاريخية الصوفية، كونها أول زاوية في العالم الإسلامي، إذ لابد لأي زائر أن يعرج على هذا المعلم التاريخي الذي يعد تحفة فنية في العمارة والزخرفة الإسلامية. ويعود تاريخ تأسيس مبنى الزاوية إلى الثلاثي الأخير من سنة 1789 ميلادي الموافق لسنة 1204 هجري، وكان ذلك على يد المقدم محمد الساسي القماري، والتي سوف نتعرف عليها أكثر على تاريخها مع المرشد السياحي. نحن الآن في أول زاوية على وجه الأرض للطريقة التجانية، أسست سنة 1989 على يد أحد المحبين لهذه الطريقة، طريقة تجانية، طريقة الأحباب عندنا يسموها هنا. وهذا الصرح بني يعني برديزيتاب، موش بني يعني مرة واحدة، لا يعني بالجناح بالجناح بالجناح، فيه الطلبة، وكان مكان يعني لما الناس أصحاب الطريقة لما يأتوا من تونس أو من مكان ثاني باش يديروا المنهى الاستراحة من السكال، يديروا هنا يأكلوا ويشربوا المسجد ويذكروا، ومن بعد يعودوا ديبلاس ويعودوا يمشوا لمكان ثاني آخر. هي أول زاوية تم إنشاؤها سنة 1789، وهي تحتوي أو هي أم الطريقة التجانية، طريقة تجانية اللي هي طريقة صوفية أحمدية سنية لمؤسسها سيدي أحمد أبو العباس التجاني، اللي جزائرية المنطلق وجزائرية المنشأ، من مدينة عين بمدينة عين ماضي بالأغواط. وهذا المؤسس اللي هو قام بطريقة تجانية تعتمد على أذكار وعلى قراءة القرآن وإصلاح ذات البين، تعليم النشأ، تحفيظهم، القيام بهم، القيام بصلاة الجماعة في هذا المسجد الذي ترونه الآن، اللي هو يعتبر من أقدم المساجد في هذه المدينة.